دائما بيطلع لنا فيديوهات مريحة على الانترنت بنتابعها لساعات وبكون عليها ملايين المشاهدات، فخطر على بالي يا ترى الاشياء اللي بنشوفها بالفيديو هل جد بتتعمل على الحقيقة؟ وهل جد راح تكون بهي الراحة؟ لنجاوب على هاي الاسئلة فيديو اليوم راح اعمل اكثر فيديوهات مريحة على الانترنت، لنحدد بالنهاية شو هو اكثر فيديو مريح في العالم. هذا الفيديو برعاية اي سبورتس وورلد كاب او كأس العالم الرياضات الالكترونية، خلوكم معنا لانه بعد شوي راح احكي لكم اكثر عن الموضوع. اوكي جماعة، اول شيء راح نسوي اليوم انه راح ننظف السجادة اللي عم تشوفوها ورانا، لانه الفيديوهات اللي بنشوفها اونلاين ببين انه هذا الشيء جدا مريح، فراح نجرب نسويه مع بعض. مثل ما شايفين السجادة جدا نسخة هلا، والفكرة انه حتصير جدا نظيفة، واكيد ملاحظين انه في تليفون وراي. اللي حنسويه راح نصور كل تجربة بالتليفون، بعدين راح نحطها على التيك توك ونشوف اي تجربة راح تجيب اكثر شيء مشاهدات، وبهيك بنعرف انه هذا اكثر شيء مريح في العالم. هذا الموضوع مريح. الفكرة جماعة انه نستخدم اكثر من اداة لننظف السجادة لتطلع بالاخير كثير بيضة، والهدف نعمل فيديو جدا مريح للعين. خليكم عم تحضر جماعة لان الاشياء رح تضل تصير مريحة اكثر واكثر واكثر. اتوقع هيتكون واحدة من احلاهم جماعة، شوفوا. جماعة الموضوع جدا مريح، طلعوا وسخناها اكثر شباب، طلع الموضوع اصعب كثير ما كنا متوقعين، فجبنا شخص مختص بيعرف شو عم يسوي، ان شاء الله تزبط. جماعة المختص اجا وراح وحتى هو ما عرف شو يسوي. حرفيا صرنا تقريبا 3 أو 4 ساعات عم نحاول ننظف، الموضوع اصعب بكثير جدا ما كنا متوقعين، انا صرت شك انه الفيديوهات هي حقيقيه ولا لا، معي كان عندنا لقطات حلوه ومريحه وساتسفاينغ، فراح ننزلها كمان تيك توك وخليكم لاخر الفيديو لتشوفوا اي تجربه جابت اكثر شيء مشاهدات. اوكي يا جماعه، للفقره الجايه راح نجرب شيء جدا جدا مريح، الرمل الملون. وين شوفوا، حنحط هاي بالكاسه هون، هذا لون ثاني كمان. الفكره انه نحطها بهالكاسات بعدين نقلب الكاسه ليجي عندنا شكل مرتب بعدين نقطع فيه. خليكم عم تحضروا للاخر لانه راح نشوف مع بعض شو هو اكثر شيء مريح نفسيا. بسم الله. شباب هذه كانت تجربة اللي حنعملها الأساسية، حنعملها بهذه الكاسة، والفكرة إنه حتكون ألوان مختلفة. ويل جواش هو أحلى من تحت. كمان الصوت جزء جدا مهم ليكون الشيء مريح. بركب هذا الشيء بإيدي، هذه هي الميكروفون بعيد، ولكن شوفوا إذا الميكروفون كان قريب في فرق؟ في فرق الصوت. ناخذ الأخضر، آخر التجهيزات، نعمل هيك، التيك توك هون شغال، المفروض هلا. اوكي عم شيك الانجل ممتازة. بسم الله. اوكي انا برايي هذا اكثر فيديو راح يجيب مشاهدات، راح نسوي هلا راح نمنتج المقطع، راح نستنى نخلص كل التجارب وننزلهم بنفس الوقت على 10 حسابات مختلفة، ونشوف شو اكثر فيديو راح يجيب مشاهدات، بهيك بنقرر انه الفيديو اللي جاب اكثر مشاهدات هو اكثر شيء مريح في الحياة. مثل ما قلت لكم باول فيديو هلا رسالة من سبونسر هذا الفيديو اي سبورتس وورلد كاب، اي سبورتس وورلد كاب او كأس العالم للرياضات الالكترونية سمعنا عنه كثير بالايام الماضية، والسبب هو جد حدث بهذا الكبر. الرياضات الإلكترونية تعتبر واحدة من أكبر المجالات في العالم، فالسعودية والرياض قرروا ليش ما نخلي الرياض هي مركز هذه الألعاب الإلكترونية. كيف يا ترى؟ بتنظيم أكبر كأس عالم للرياضات الإلكترونية بيحمل معاها أكبر جائزة نقدية في تاريخ
الرياضات الإلكترونية. ابتداء من صيف 2024 الرياض رح تستضيف هذا الكأس، رح يكون كل سنة صيف 2025 صيف 2026 صيف 2027. فإذا أنت أو أنت جيمر بلشوا تحضير، لأنه حيكون مشاركين أكبر فرق الإي سبورتس والرياضات الإلكترونية في العالم بهذه البطولة. وإذا عم تشوف أو عم تشوفي هلأ عم تقول طب يا أسامة أنا ما دخلني بالرياضات الإلكترونية ولا دخلني بالجيمينج، طب اسمع، بالرياض رح يكون في أكثر من 100 حفلة وفعالية ممكن تشاركوا فيها لتشوفوا وتشعروا بجبروت هذا الحدث. فلمزيد من المعلومات فوتوا على أول لينك في الديسكريبشن تحت، وبرجع بذكركم بآخر الفيديو كمان، وبس بشوفكم بالرياض بصيف 2024. أوكي جماعة، وصلنا هلأ لنعمل تجربة مع الحصان. أكيد شايفين في حصان هون، اكيد شايفين اونلاين فيديوهات كيف ينطفوا حافر الحصان. حنشوف مع بعض هلا ورح نصور مقطع وننزله على تيك توك. اتوقع هذا يجيب تفاعل جدا قوي كمان. ما شاء الله مخلوق رهيب، شوف العضلات، كانه هذا حصان جدا فخم صح. شوفوا البروسس قديش معقد، هذا الفرن وهون عم يحمي حدوه الحصان. والله حاسس حالي باب الحاره عند ابو النار. كله عم نصوره طبعا على التيك توك بالتليفون مع مو. والشيء الرهيب انه مثل ما شرحوا لنا هذا يعتبر مثل قص الاظافر عند البني ادمين. ايوه حلو، معناته الخيل مرتاح اكثر ما هو متضايق. طبعا هلا هون صرنا مصورين مقطع التيك توك وخلصوا مرحله الحفل، ولكن هذه كمان مرحله حلوه، عم يركبوا الحدوه هلا من تحت. أما التجربة الجاية اللي رح نسويها هي هذا يا جماعة، مية بغسلة وملون طعام. عندنا من هون الزحليطة اللي حينزل عليها الوزن هاد، وأنا بطلع من هون بهالطريقة، تعمل إيدي هيك من هون، وعندنا التليفون كمان عم يصور. 3 2 1 بسم الله روحي. لسه ضل وحدة، لسه ضل وحدة. بسم الله 3 2 1. والله صعبة. 3 2 1. يا المتعة يا المتعة يا المتعة. واو، تذكروا حنضل نعمل هيك تجارب، فخلكم تحضروا للاخر لانه كل تجربه حتصير احلى واحلى ومريحه اكثر واكثر. اوكي، المقطع الجاي اللي رح نسويه اكيد مرق عليكم فيديوهات بيتاخذ فيها بيبسي دايت وبيتحط في البراد وبيملي البراد كامل. انتم من هنيك عم نصور المقطع اللي حينزل على التيك توك، بس ما بعرف اي فيديو رح يجيب اكبر تفاعل، خلكم تحضروا للاخر مشان نعرف مع بعض. يا رب. بيبسي دايت حرفيا مشروبنا المفضل بالبيت، فراح يضل هذا بيبسي لمدة سنة يمكن، يمكن أكثر كمان. مستفزة اللقطة، مستفزة. بريك تايم. لك ما فينا ندخل. أنا هلا ما حاسس بأي راحة، أتوقع على الفيديو بتطلع حلو لما نخلص، ولكن نحن عم نشتغلها كثير مو حلوة. أخذت بريك، الشباب عم ياخذوا عندي شوي. متعب متعب يا اخي، المفروض يكون مريح، طلع كثير صعب التجهيز. خلصنا البراد من هون، باقي الباب. عم تشوفوا انتم الممر كيف عم بيكون. حرفيا تقريبا ساعة على نظبط ونشيل ونحط. طبعا التليفون عم يصور. اخر صف اخر صف. جاهزين انتم؟ اخر وحدة. ساعة وربع تقريبا. لا لا لا. اوكي جماعه، الاكسبيرمنت الجاي عندنا الصابونه وعندنا المشرط. اللي حنسويه راح نقطع الصابونه بطريقه جدا مريحه المفروض، راح نشوف هل هذا الشيء جد مريح ولا لا، وراح نصوره كمان على التيك توك كالعاده. فعم نعمل كل شيء بالفيديو. يا الهي يا للمتعه. حطوا لي بالكومنتات انتم اي وحده كانت اكثر شيء مفضله عندكم.
هالجهات اللي بنشوفها معقدة أكثر بكثير ما كنا متوقعين. إيدي حتضل ريحتها صابون لفترة جداً طويلة. والله حلوة. أوكي، التجربة الجاية اللي رح نعملها هي فيديوهات المريحة عند عجلة السيارة. فاللي رح نسويه رح نحط أشياء ورح نمشي فوقها بالسيارة. جايبين خمس أشياء مختلفة. أول شيء رح نعمله البابل راب هاد. لحظة اسمعوا اسمعوا. اوكي، عم زبط الكاميرا. جماعه، شيء اكتشفنا هلا انه هذا النوع من الفيديوهات اصعب بكثير من ما انا كنت متوقع. كنت افكر شيء بسيط ناس بيصوروه بدقيقه وينزلوه، طلع كثير صعب جد. 3 2 1 جو. شوفوا ارجع ريفرس. اوكي جماعه، رهيبه. كل شوي يفكر هذا الفيديو حيجيب اكثر شيء، بعدين نعمل شيء احلى من اللي قبله. حنحط هلا هذه الشامبو. يلا جاهزين؟ يلا روح شوي شوي. يا اوكي، نروح للشيء اللي بعده هلا. جماعه هذا الفيديو رهيب. حنعمل هلا معجون الاسنان. جاهز؟ 3 2 1 جو. شوي شوي. اه كثير بدل ما يطلع لبرا فقع في مكانه. الريحه اللي عم تطلع ريحه رهيبه. اما هي السياره الصغيره فاللي حيصير فيها انها رح تندعس بالسياره الكبيره. ارجع ريفرس. يا ما احلاها، خايف تطير بوشي. اوكي خلينا نروح نعمل هلا اخر شيء. اوكي، اخر شيء رح نسويه هلا مي غازيه منتهيه صلاحتها. يلا 3 2 1 جو. طرشت علي كاملة. تستاهل معي، تستاهل فدا المحتوى، فدا تشوفوا شيء حلو. هاي كانت تجربة رهيبة. اكتبوا بالكومنتات هلا شو برايكم اكثر تجربة رح تجيب تفاعل برايكم. اوكي، مثل ما شايفين عنا ازايز المي هدول. اولا يا جماعة هاي مي من المغسلة، حنضيف عليها ملون طعام بهالطريقة. يا سلام، هاي بحالها مريحة. طلب نعمل هيك، نعمل نفس الشيء بكل ازايز اللي قدامكم. اوه، عندنا هذه فيها الماربل. للتجربه هي رح نرميهم على الدرج اللي هون، واللي رح نعمله رح ندحرج هذه الازازات. هذه الكاميرا حاطينها مجهزينها هون. هذه جماعه انا بسهر عليها ساعات، المفروض يجيب مشاهدات قويه جدا. اوكي، لنشوف لولي برايكم هي تنكسر ولا لا. 3 2 1. ما صار شيء. يلا 3 2 1 ما انكسرت شباب. ايش في اللي بعدها؟ 3 2 1 ده مو راضي تنكسر. ايش في؟ ما الحلالها؟ ايش في؟ شو في؟ طبعها حطيت فيها ماربلز لانه اتوقع بتصير تنضرب من جوا، بيضربوا ببعض وبتنكسر. جاهزين؟ 3 2 1 ما انكسروا، بس اتوقع هي بحالها فيها شويه متعه، اتوقع تجيب مشاهدات حلوه لان الوقت كله حيكونوا عم يستنوا شيء ينكسر. يا اخي زعلان انه بس واحده اللي انكسرت. اوكي، نروح التجربه اللي بعدها. اكيد شايفين اونلاين الفيديوهات اللي بينظفوا فيها الازاز بهي الطريقه، فهلا هذا اللي رح نسويه مع بعض. رح نحط لزق مشان لما ننظف تشيل لزق يجي خط ممتاز. اللي رح نسويه هلا رح ناخذ الصابون هيك، لازم بسرعه مشان يكون كل شيء مبين. المفروض هلا يطلع خط مستقيم. اوكي تقريبا جاي مستقيم. اوكي، حطينا الكاميرا هون بهي الطريقه مع فيو رهيب. اوكي جاهزين؟ شباب هي مو مريحه ابدا. شباب هي جدا فاشله كانه. اوكي رح نجرب كمان مره ثانيه جماعه لنتاكد هل نحن اللي عم نعمل شيء غلط ولا هي اصلا مو حقيقيه. اوكي حنجرب مع بعض. جدا مريحة. تعالوا نشوف فيديو مع بعض. الفكرة انه تيجي تماما عند برج خليفة. اوه مريحة، ساتسفاينغ مليون. اكثر فيديو حيجيب تفاعل للحسابات الثانية رح نزله عندي الحساب الاساسي. اوكي خلينا نروح للتجربة اللي بعدها. وصلنا لاخر تجربة قبل ما ننزل كل الفيديوهات على التيك توك. مثل ما شايفين حاطين مسامير هون، فكرة انه حنطلع من فوق ونرمي اشياء. حيجوا لهون اشياء حتنكسر، اشياء حتفقع. اوكي نطلع على الدرج مع بعض. حنرمي
من البولين وحنرمي الازاز هاد. 3 2 1. انا عم بكتشف قد ايه صعب عامل هالفيديوهات. كنت مفكر جد بسيط بس جد في عم يصير وراها تفكير واتقان. المحاولة الثانية يلا نقول بسم الله. 3 2 1. اوه المتعة. واي المتعة. اوكي هلا بواليد جاهزين. 3 2 1 جو. يا المتعة يا إلهي. واو يا جماعة أنا احترت. أي واحدة حتجيب أكثر شيء مشاهدات أنا احترت صراحة. أوكي هذه آخر شيء بهذه التجربة. هنشوف مع بعض. 3 2 1 والله احترت. اوكي خلينا نروح هلا ننزل التيك توكات شوف اي واحد حيجيب مشاهدات. اوكي يا جماعه بعد كل هاي التجارب وصلنا هلا للوقت الحاسم. هلا صار عندي كل فيديوهات منتجه وجاهزه للتنزيل على التيك توك. حتى نتاكد انه هاي التجربه تمام 100% عملنا 10 حسابات تيك توك غير بعض وكل حساب جديد من الصفر راح ننزل عليه واحد من الفيديوهات وحنحط نفس الكابشن ونفس الغنية. بهي الطريقة نتأكد منافسة عادلة. بعد ما ننزل فيديوهات رح نعطيهم فترة معينة وبعدين نشيكهم كلهم بنفس الوقت. أوكي أول فيديو رح ننزله هو فيديو السيارة والعجل. كل أغاني رح حط لها نفسها كله بس حنزله بهاشتاك ساتسفاين فقط. هذا أول واحد سيارة على حساب جديد تماما جماعة. عملنا 10 حسابات مختلفة وبوست نزلنا الأول. كل الحسابات حتكون جديدة بهالطريقة تماماً مو نازل عليها أي شيء. وكملت تنزيل فيديوهات على 10 حسابات اللي عملناها وتركتها لمدة أسبوع كامل. وهلأ صار وقت نعرف السؤال اللي كلنا كنا عم نستنى. شو هو أكثر فيديو مريح في العالم؟ أوكي جماعة بعد مدة زمنية طويلة الآن حان وقت نتائج الفيديوهات. بما أنه الحسابات اللي نزلنا عليها المقاطع كانت حسابات جديدة فهذا يعني المشاهدات ما كانت جداً عالية ولكن كانت مناسبة لحتى تعطينا الترتيب صحيح لحتى نلاقي جواب لدراستنا الممتعة الخفيفة اللطيفة اللي سويناها. رح لكم هلأ أكثر 5 فيديوهات جابت مشاهدات بعدين رح رتبهم ماشي. الخمس فيديوهات هم بدون أي ترتيب معين هلأ: فيديو السيارة، فيديو تكسير الزجاج بالوزن، فيديو رمي الأشياء على الدرج، فيديو تنظيف الشباك، وفيديو رمي الأشياء على البسامير. هذول كانوا أكثر 5 فيديوهات جابوا مشاهدات. من كل 10 فيديوهات اللي نزلناها على التيك توك أقل فيديو جاب مشاهدات كان فيديو الرمل مع السكينة اللي كان صوت جدا واضح فيها. أنا كثير استغربت من هذه النتيجة ولكن نرجع للتوب 5 مقاطع. قبل ما أقول لكم إياها بالترتيب بدي تنزلوا على الكومنتات هلا وتكتبوا شو برأيكم مراكز أعلى 5 فيديوهات. أما الآن النتائج الأصلية. في المرتبة الخامسة فيديو تنظيف الشباك، في المرتبة الرابعة فيديو رمي الزجاج على الدرج، في المرتبة الثالثة فيديو كسر الزجاج بالأوزان، في المرتبة الثانية فيديو دولاب السيارة، أما بالمركز الأول بفارق تقريبا الدبل فهو فيديو البسامير. يا المتعة. هو أريح فيديو ممكن تشوفه أونلاين. مثل ما عودتكم هلا بما انه فيديو البسامير كان اكثر فيديو جاب مشاهدات عشان هيك رح نزله على حسابي على تيك توك رح احط لكم اسمي هون. وباخر فيديو رح اقول لكم لا تنسوا كاس عالم الرياضات الالكترونيه الرابط حتلاقوه في الديسكربشن تحت. رح شوفوا المقطع هون تبعيدون. رح شوفوا المقطع هذا المقطع هون شو مكان هون. شفتوا المقطع؟ شفتوا؟